خلص خيي انا بدي اروح بالمشروع على الاخر. بدك تروح بالمشروع على الاخر؟ ايه خيي ما قلت لكم انا بدي اروح على المشروع على الاخر. لك ما هديك المره قلت لي عملت هذه المعركه لانه هيدي الاخر وبدك تروح بالمشروع على الاخر. يا خيي مزبوط عملت هاي المعركه وصلت لهونيك لقيت بعد في اخر. مش هونيك طلع الاخر؟ لا لا طلع بعد في قدام بالاخر، فكل ما اوصل محل بدي اشوف بدي اروح بالمشروع على الاخر. او اذا ضل يعني هيك كل معركه بعد كل معركه بضليك تروح على الاخر؟ ايه طبعا خيي خلص انا قلت لكم هذا المشروع رايح فيه على الاخر. لك بس على حسبي ممكن توصل للقطب يعني. يا اخي ما بتفرق معي انا، المهم روح بهيدا المشروع على الاخر يعني انت شو ضايقك. طب يا خيي انا قبلين معك انت روح بمشروعك للاخر. ايه طيب شو مشكلتك يعني؟ ضروري تاخذنا نحن للاخره؟